للمزيد ينضم إلينا من إسطنبول مراسل الغد علام صبيحات. علام، هل هناك أي رد فعل طبعا من الجانب التركي على وقف إطلاق النار في ليبيا؟ حتى الآن رسميا لم يصدر بيان رسمي من جهات رسمية تركية درة بهذا الخصوص، ولكن بشكل عام يعني التوجه العام أو الشعور العام هنا في تركيا تحديدا لدى الجهات الرسمية التركية والمعارضة هو ترحيب بهذا بوقف إطلاق النار أو قبول كل الأطراف الليبية بوقف إطلاق النار. ويعني بدأ سيريان إطلاق النار فعليا منذ منتصف الليلة الماضية. لقاء فايز السراج اليوم سيبحث هذا الأمر، نعم، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد نحو، نعم، 3 ساعات من الآن. نعم، فيما يتعلق بهذه الزيارة، زيارة السراج اليوم، ما جدول أعمال السراج أو جدول أعمال الزيارة ككل؟ نعم درة، أبرز، نعم، بالفعل أبرز أعمال اللقاء الذي سيجري بعد نحو 3 ساعات من الآن بين أردوغان وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية يتلخص في بحث ملف يعني تطورات الملف الليبي بشكل كامل، خاصة بعد بدء سريان وقف إطلاق النار منذ يعني بعد يعني أهمية هذا اللقاء أنه يأتي بعد ساعات فقط من بدء سريان وقف إطلاق النار في ليبيا، وبالتالي سيتم بحث هذا الأمر من جهة، ومن جهة أخرى هو سيجري خلاله بحث يعني آليات تطبيق الاتفاقات التي تم توقيعها بين الجانبين التركي وحكومة السراج من جهة ثانية. الاتفاقات هنا المقصود بها الاتفاق المتعلق بالحدود البحرية من جهة، والاتفاق المتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والذي كان البرلمان التركي قد صادق عليه قبل أيام، صادق على مذكرة تتيح للحكومة التركية بإرسال قوات تركية ودعم عسكري ولوجستي إلى حكومة السراج في مواجهة الجيش الوطني الليبي. هذه الأمور سيتم بحثها ونقاشها بشكل مفصل اليوم يعني بين الجانبين، بين أردوغان والسراج هنا في إسطنبول. وأهمية الزيارة درة تكمن في أنها تأتي في خضم نشاط سياسي كبير جدا تشهده المنطقة، ولا سيما تركيا. يوم أمس كان هناك رئيس مجلس أوروبا في إسطنبول تبحث الملف الليبي على وجه الخصوص مع أردوغان، ويوم غد سيتوجه وفد تركي يشمل وزير الخارجية ووزير الدفاع ورئيس الاستخبارات التركية إلى روسيا من أجل بحث الملف الليبي، إضافة إلى الملف السوري وملفات أخرى، بالإضافة إلى أن رئيس الوزراء الإيطالي سيصل أيضا يوم غد الاثنين إلى تركيا ليبحث أيضا الملف الليبي. وبالتالي هي تطورات كبيرة ومتسارعة، والزيارة اليوم أو اللقاء الذي سيكون اليوم سيبحث كل هذه التفاصيل، وسيبحث العملية السياسية التي سيتم التحضير لها، وسيبحث أيضا التحضير لمؤتمر برلين الذي تنوي ألمانيا عقده في الفترة المقبلة تحديدا في الشهر القادم، ومساهمة كل الأطراف الليبية في هذا الأمر. من المهم هنا الإشارة درة إلى أن وزير الخارجية التركي مولود تشاوشولو كان قد تحدث أمس قائلا إنه لا مشكلة لديهم في مشاركة كل الأطراف الليبية في العملية السياسية، بما في ذلك خليفة حفتر، اللواء خليفة حفتر، بعد وقف إطلاق النار. وبالتالي تركيا تعلن رسميا أنها لا مشكلة لديها في مشاركة اللواء خليفة حفتر والجيش الوطني الليبي في العملية السياسية إذا ما تم وقف إطلاق النار، وتم بالفعل بدأ تطبيق وقف إطلاق النار، وبالتالي نتحدث الآن عن المرحلة القادمة، وهي مرحلة من المفترض أن تكون العملية السياسية. نعم، نشكرك طبعا أعلام صبيحات على كل هذه التفاصيل، وسنتواصل معك كل ما جد جديد. مراسل الغد، كنت معنا من إسطنبول.